السلام عليكم. وأفوض أمري إلى الله، إن الله بصير بالعباد. هذه الجلسة ديال اليوم اللي سميناها خاصة، بصراحة ما أولا عاوتاني منعوني من الكلام بحكم ما عنديش الصفة، ثانيا السادة المحامون كنقولها بصراحة العبارة، احتكروا الجلسة، يعني لا مجال للمناقشة، ما قلنا ما قالت السيدة المحامية، هذا راه حيف وهذا راه ظلم وهذا راه هذا الشيء راه لا يعقل. باش أربعة ديال المحامون كل واحد كياخذ ساعة الله بساعتين، وحنا أنا الضنينة والأستاذة ديالي اللي ما عندهاش حق تكلم، ملي كتكلم جوج كلمات ونضر فرين يحبسوها، ومني كنهز طبعي باش نبغي ناخذ الكلمة ما كيعطيها لي شي السيد رئيس، نظرا ماشي نظرا للطلب ديال السيد الدفاع، هذا لا يعقل. هذا ولا عندي ما نقول لكم، هضنا في الجلسة راه ما كاين والو، كاين حيف، كاين احتكار، كنقولها بصريح العبارة، كاين احتكار في الجلسة. ما عبرنا، ما قلنا اللي عندنا، ما جات شهيدة، يستحيل باش نكملوا الجلسة، يستحيل. لا يعقل. الملف 98 تحقيقات ضروري تخرج بأي صفة من الصفات، بأي صفة من الصفات. عافاك سمعنا ملي كيقولوا شنا سي المحامية ديالك تبعو منعات من إعطاء بعض الصفات؟ منعات المحامية من إعطاء الكلمة، حنا غنشوفوا الدفاع الآخر واش غيهضر ولا لا. منعات، أنا بغيت نعطي الكلمة، بغيت نقول لعامر ساعة ما صرت والو، ما قلت والو في الجلسة، طب جيب البلاس وبالسميع كنسمع شي حاجه وكنتعصب وكنبغي نرد عليها، ما عطاونيش الكلمه حكم انني ما عنديش صفه. الله يجزيكم بالخير. هذا الشيء ولكن صف انك صف من الخطابه فقدتي الاعصاب ديالك؟ نعم. المغاربه باش يساندوك على الحياه. انا اللي قلت لكم راه غادي تنشر، يساندوني الله يجازيهم بخير. يعني انا بالعكس راه الحكم تيبقى للمحكمه والقضاء راه عنده الكلمه ديالو، انما انا غير حيت تحرمت من واحد الحق داك المره وهاد المره، حيت انا ما عنديش الصفه. انا ام ديال داك الولد اللي باغي نديروه مختفي، باغي نديروه مقتول، باغي نديروه لا دروغ، باغي نديروه، ولكن ان شاء الله ما غاديش تمشي المسائل هكذا، ما غاديش تمشي هكذا. نتمنى ان شاء الله للحياه بعد ما كان القسط بين ميزاني ولا تخسروا الميزان. للحياه بعد ما كان الملف جاهز، يعني في الجلسات السابقه اليوم كنشوفوا على ان الملف غير جاهز وتم تكييفه مره اخرى وطلب عده طلبات اخرى. شوف سيدي، والله ما يحضر كل شيء ويهضر كل شيء ونواجه كل شيء، انا هنا غادي ندير الصفه وهنا غادي نشوف هذا الشيء فين غادي يوصل.